فاش نضت هاد الروينه ديال هاد الخنازير الملعونين اينما حلوا وارتحلوا، جاوني بزاف ديال التساؤلات اللي محتاجه نعرف الاصل ديالهم. بحال مثلا شكون هما هاد بنو اسرائيل في الاصل؟ غادي يكونوا من سلاله من؟ واش من ينتسبون لديك الرايه اللي صراحه كرهتني في اللون الازرق هما النيت؟ شنو قصتهم؟ علاش تذكروا بزاف في القران الكريم، خصوصا وانهم هما اكثر امه اللي غادي يفصل فيها مولانا في الحال ديالهم والشؤون ديالهم في القران الكريم؟ صراحه لقيت اجوبه لاول مره، والله العظيم اول مره غادي نعرفهم وانا عندي 30 سنه، واللي ما خصكمش تفلتوهم وتشاركوهم مع الصغير والكبير باش كلشي يستافد ويعرف التاريخ. وهنا كان المعنى الحقيقي يا ساده الكرام نتاع كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيه احوالكم طيبه. اليوم ماشي حكايه، ماشي قصه نتاع الناس، اليوم حكايه امم، اليوم حكايه تاريخ، اليوم شي حوايج اللي ضروري خصنا نعرفوهم وخصنا نبحثو فيهم، حيت حشومه نكونوا كنسمعوهم وما نعرفوش الاصل ديالهم. انا عارفه بلي انه هذه الحلقه ولا عموما الحلقات الدينيه ما عليهمش اقبال، ولكن وسط البلبله اللي واقعه اليوم في العالم وخوتنا المسلمين اللي كيتقتلوا ليه، اقل واجب كيبان ليا عن نفسي انني نديرو انني نتثقف ونعرف شكون هاد الناس والاصل ديالهم. وان شاء الله غادي تمشيو معايا حلقات بحلقات حتى نعرفوا عليهم كل شيء. ربما ما غاديش تبدل شي حاجه في الحرب، ولكن غادي تبدل داخليا عندك وفي المعرفه. فيما جلستي في شي مجلس غتعرف تهضر وانت عندك قاموس عارف فيه التاريخ اللي حشومه ما نعرفوش. انا اولكم، فخير ما تعطلش عليكم اكثر، عندكم شي وليدات صغار جيبوهم باش يستافدوا، حيت اكثر هديه نقدروا نديروا ليهم هي نعرفوهم شكون هاد الناس، حيت غادي نبداو معاكم من الزيرو وكلشي غادي يفهم. جداك الا ما كانش قاري غادي تفهم. فخليني نقول لكم يلا لنبدأ. خليني يا سادة الكرام هو الأول نشرح لكم شنو هي إسرائيل. إسرائيل هي واحد الكلمة لعبرية والمعنى ديالها إسرائيل، عبد الله، اللي هي اسم نبي من أنبياء الله ومن أصفياء الله تعالى، واللي هو سيدنا يعقوب كلنا كنعرفوه، أو بالأحرى كلنا فيت لنا سامعين به، لقوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، بمعنى يعقوب. شنو اللي حرم على نفسه إسرائيل في نظركم؟ المهم غنبقاو عاطيني وديناتكم باش تفهموا القصة. أولا وقبل كل شيء، إسرائيل والمقصود بها هي نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. يعقوب هو إسرائيل وولاده 12، هما بنو إسرائيل، هما الأصباط 12 سبط، واللي جعل مولانا من كل سبط نقيب، ومنهم غادي تفرع بنو إسرائيل. اليومنا هذا منهم البقايا اللي هي قليلة اللي كتنتسب لها الدرية، واللي بقى موجودة واللي كنسمعوا بها والأغلبية اللي منتسبة لها راه ماشي منها. بلاتي خليني نرجع معاكم واحد شوية اللور. فمن أعظم أنبياء الله وخليل الله إبراهيم، سيدنا إبراهيم كلنا عارفين انه حتى هو سمي بالخليل حيتاش مولانا اتخذه خليلا. كان تعيش في العراق واضطهد وحرب وغادي يهاجر لفلسطين، لما مشى لتما وعاش مع مرته ساره، او لا ساره، بقى سنوات طوال ومرته ما كتولدش، كانت عابره وفات سن الانجاب ديالها. واحد النهار سيدنا ابراهيم غادي يجيو عنده ثلاثه نتاع الضيوف اللي كانوا ملائكه على الصوره ديال البشر، اللي كان جبريل واسرافيل وميكائيل. غادي يذبح عليهم سيدنا ابراهيم العجل ويشويه لهم، قرب لهم الطعام تفضلوا. في هذه اللحظه ما مدوش يديهم، سيدنا ابراهيم خاف منهم وقالوا ليه بلي انه هم ملائكه وماشي من البشر باش يهدنوا وما يبقاش خايف. شو جابكم لهنا؟ ارسلنا الى قوم لوط، ماشي مقصودنا انت ولكن غير دزنا عليك، غاديين لقوم لوط اللي تيديروا الفاحشه وعندنا امر من مولانا اننا نزلوا عليهم العذاب. مرت سيدنا ابراهيم كانت كتضحك انذاك لما سمعت الخبر، لا ماشي هذا الخبر ولكن لما بشرتها الملائكه وبشرناها باسحاق. في ديك اللحظه بشرت ساره بولد، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب، أنا مرأة شارفة ورجلي كبير في السن، من غادي يجينا هذا الولد؟ قالوا لها بشرناك بحق فلا تكن من القانطين. غيبشرها مولانا على لسان الملائكة بإسحاق من وراه يعقوب، وهذا كلهم كانوا أنبياء الله. دازت الأيام ورزقت سارة بإسحاق، وبقى إسحاق 40 سنة، مرته حتى هي ما كتولدش، حتى غادي يدعي مولانا وغادي يرزقه بتوأم زوج ذكرين من الزوجة ديالو اللي كانت سميتها رفقة. الأول سميته العيس، ومن بعد غادي يجي يعقوب. العيس هو أبو الروم اللي غادي يخرج من الدرية ديالو سيدنا أيوب عليه السلام. أما يعقوب هو سميته إسرائيل، وهنا غادي تبدأ القصة. غادي تولد يعقوب
وعاش في فلسطين حتى كبر. من بعد غادي يطلب من با باش انه يهاجر لحران. علاش؟ باش يمشي عند خالو لابان، بغى يعيش معاه ويخدم معاه في الغنم. فاش مشى ليه غادي يبان ليه بلي عند خالو زوج ديال البنات، وحده كبيره وضعيفه في الجسد ديالها اللي سميتها ليا، والاخرى اصغر وقويه وكانت سميتها رحيل. يعقوب عليه السلام بغى يتزوج بالصغيره، فطلبها من خالو، راني بغيت نتزوج ببنتك. شمن بنت؟ رحيل صغيره. واخ، ولكن بشرط. اما هو انك ترعى الغنم ديالي لمده 7 سنين كمهر، ومن بعد نزوجها لك. واخا، غادي يخدم عند خالو حتى سال المده، وهنا خالو غادي يجمع الناس ودار وليمه ديال العرس وقدم ليه بنته الكبيره. غادي يرجع لعند خالو وقال ليه ماشي هذا هو العهد اللي كان ما بيناتنا، طلبت منك بنتك الصغيره ووعدتيني بها. رحيل، لا، ما يمكنش نزوج الصغرى قبل الكبرى. لما غادي يشوف الاصرار ديالو قال لي عرفتي شنو، اذا بغيتي رحيل غادي تخدم عندي 7 سنين وحده اخرى. وانا ذاك في ذاك الزمان ما كانش هذا الامر محرم انه يتزوج باختين، المهم غادي يتزوج برحيل. من بعد خالو لبان اعطى زوج ديال الجاريتين لبناته، زلفة البنت الكبيره اللي هي لايا، والبنت الكبيره وبيلها لرحيل. وهنا ولا عند يعقوب زوج ديال العيالات وزوج ديال الجاريات. غادي يرزقوا مولانا من الكبيره 4 ديال الاولاد، وهنا فين بدات اول ذريه اسرائيل. 12 الولد في المجموع ليعقوب عليه السلام، اش يقسموهم؟ من ليا الزوجه الاولى غادي يجيوها 4 ديال الدراري، اما رحيل فشافت بلي انا ما كتولدش غادي توهبوا الجاريه ديالها ورزقوا مولانا منها بزوج ديال الوليدات. عاود مرته الاولى وهبته الجاريه ديالها واللي حتى هي ولدت ليه زوج ديال الاولاد، وهنا ولاو عنده 8. من بعد غادي يرزق مولانا من جديد بزوج اولاد وبنت من مرته الاولى، ولاو عنده 10 ديال الاولاد وبنت. من بعد رزقوا من مرته الصغيره ولاول مره ولد لم يخلق في الجمال بحاله، واللي كلنا كنعرفوه اللي هو سيدنا يوسف، اجمل ما خلق الله تعالى في ذاك الزمان، نص الجمال اللي خداه هو. من بعد جا من مراه بنيامين اصغر الاخوه ديالو 12، وهنا فاش ربي رزقوا بهاد الوليدات غادي يستاذن من خالو باش انه يرجع فلسطين. وهنا يا ساده كرام فين بدات قصه بنو اسرائيل، غادي تولدوا في حران وهاجر بهم باهم الفلسطين. في الطريق غادي يعيا سيدنا يعقوب وغادي يمرض، وجاو ليه بعض الاطباء باش انهم يعالجوه. في هاد اللحظه غادي يمنعوه باش انه ياكل لحم الابل. في هاد اللحظه هو حرمها على نفسه من اجل الامراض، لكن ولادو غادي يتبعوه وحرموها حتى هما على ريوسهم، حتى ولات عندهم سنه انهم يحرموا هاد اللحم. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه. مولانا ما حرموش عليهم في الاساس، وراكم عرفتوا القصه، سيدنا يعقوب ما كانش خصو ياكلو حيت تحرم عليه من عند الاطباء، لكن ولادو تبعوه. المهم رجعوا لفلسطين، وكيف وصلوا؟ رحيل زوجة سيدنا يعقوب وام سيدنا يوسف وبنيامين ماتت. ومن باب الرحمه والعاطفه وما هو طبيعي، الاب غادي يميل لهاد الوليدات. وهنا فين بدات القصه اللي راكم عارفينها، بني اسرائيل هي واحد الامه اللي من الامم اللي فيهم الصالحون والطالحون. غادي يوصف مولانا البعض منهم وقال وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا، فمنهم الانبياء اللي هما بزاف، ومنهم العباد اللي هما الاولياء، ومنهم الصالحون والاتقياء. وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بمعنى لما كانوا صابرين على اوامر الله وترك نواهيه والزواجر ديالو وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوهم به، كان منهم ائمه لكيهدوا الى الحق بامر الله ويدعون الى الخير وكيامروا بالمعروف وكينهاو عن المنكر. ولكن منهم اهل الفسق اللي غضب عليهم مولانا، ومنهم اللي مسخهم مولانا، ومنهم اللي لعنوا. هم امه من الامم اللي تغلب فيهم الكفر والفسق والظلم، هادشي باش معروفين الاغلبيه ديالهم. منهم اللي مهتدين ولكن نسبه كبيره فيهم ديال الفاسقين. كيف قلت لكم بنو اسرائيل فيهم قله قليله اللي مؤمنه، ولكن الاكثريه فاسقه، هذا هو كالحال ديالهم. بزاف منهم اللي قتلوا الانبياء وطردوهم وكذبوهم، حتى يقال بلي انه كاينه واحد الصخره في فلسطين اللي قتلوا عليها 70 نبي. ماشي كل يهودي راه من بني اسرائيل، وماشي كل بني اسرائيل راه يهودي، ولكن عموما اليهود هم اشد الناس عداوه لاهل الايمان، عامرين بالحسد خصوصا تجاه اهل الايمان، حيتاش مولانا جعل ما بينهم نبي وحسدوه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الفتره ديال ما بين سيدنا عيسى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي غادي تقاد فيها النبوه تقريبا واحد المده نتاع 600 سنه، في هذه القرون كانوا بني اسرائيل كيتسناو واحد النبي مبشرا بالتوراه، ولكن لما جاء النبي من العرب حسدوه وكفروا به وحاربوه، مع انهم تعرفوه معرفه ابنائهم
بأنه هذا راه نبي الله. فبني إسرائيل سيأكلوا المال الحرام ومولانا وصفهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. طبيعة ديالهم هي المال الحرام، كتلقاهم مسيطرين على أغلب خزائن الربا في الأرض، هم أكثر ناس اللي كيبتزوا الناس بالأموال وكياخذوا أموال المساكين والفقراء بالحرام وكينشروا الفتن والفساد بجميع أنواعه والكذوب. اليهود اللي جزء منهم كبير من بني إسرائيل هم اللي منمر هذا الفساد اللي منتشر في الأرض، وصفهم مولانا في القرآن باللي أنهم كيحرفوا كل ما نزل عليهم شي كتاب من مولانا، تحرفوه كيبدلوه، حرفوا التوراة، حرفوا الزابور، أي كتاب سماوي نزل حرفوه، ومن بعد ينسبوا بلي أنه داك الكلام راه لمولانا، لدرجة أنهم كتبوا كتب بالسر وعطوها أسماء ونسبوها لمولانا وفرقوها على الناس. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فعيلهم والقصص ديالهم منتشرة في القرآن الكريم، خاصة منها مولانا جزء في مكة والمدينة باش أنه يثبت بها أهل الإيمان وما يكونوش بحالهم في الكفر والطغيان، والمؤمنون غادي يعاشروا اليهود تما، فكان من الحكمة أنهم يعرفوا الأخبار ديال الأسلاف ديالهم حتى يعرفوا كيفاش يتعاملوا معهم. وإذا تبعتوا السيرة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي كدرت لكم في رمضان غادي تلقوا بلي أنه هم أكثر وحدين كانوا ينقضون العهد اللي هم بني إسرائيل، حتى شي عهد ما كيستمروا عليه، ومع كاع أمم الأرض وقت ما داروا شي عهد مع شي قوم كيتحيلوا باش أنهم ينقضوا ذاك العهد. وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، سبحان الله العظيم، خبيثين منذ الأزل. وهذه هي كانت قصتهم، كنتوا عارفينها ولا لا؟ فإذا باقين عندكم مازال شي تساؤلات خليوهم لي لتحت باش نجاوب عليهم. نتلاقاو غدا في حلقة جديدة من هذه حكايتي إن شاء الله. كونوا دائما في الموعد مع التمية بتوقيت المغرب، ومازال غادي ندير لكم فيديوهات دينية على إذا واش تحررت فلسطين واش هذه من علامات الساعة إلى ما آخره. المهم فيما كان عندكم شي تساؤلات أنا نبحث ونجيب لكم ونجاوب، أنتم كتستافدوا وأنا كنستافد وكنديو الأجر مجموعين وكنحاربوا الجهل. حتى لو وقفنا قدام شي حد ولا تكلمنا مع شي حد تنعرفوا باش كنهضروا وكنعرفوا شنو تنقولوا. هذه كانت حلقتنا الليله، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش انكم تشاركوها مع اي واحد عزيز عليكم ولا قريب لكم ولا المتابعين ديالكم باش كلشي تستفد وتعم الفائده. فدمتم في رعايه الله وحفظه سيداتي سادتي احبائي اخوتي، تلاقاو غدا ان شاء الله. سلام سلام سلام.